فقرة أخرى مع خلينا نقول تحدي جديد لبطل آخر، وهو علي هاني أبو بكر، بطل ألعاب القوة، حاصل على 43 ميدالية ما بين الذهب والفضة من الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية والأولمبياد الخاص، وأجرى كمان حوار لو إحنا فاكرين أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص التنمر، وهو طالب كمان متفوق جدا في دراسته، فهو تحديدا في الصف الثالث الإعدادي، وخلينا نقول عايز أو نفسه كمان إن هو يكون مذيع تلفزيوني. خلينا نتعرف على كل التفاصيل، وخليني برضو هنا قبل ما ارحب بضيوفي اقول هنتعرف كمان على البطل الحقيقي وراء اي قصه نجاح زي دي، وهي بتكون الام. خلينا نرحب كمان بوالده علي الاستاذه فجر كمال. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. صباح الخير يا علي عليك. احنا مبسوطين ان انت معانا، وانا عارفه انك اهلاوي جدا وهو جاي النهارده لابس يعني تريننج الاهلي، وهبدا معاك من هنا بقى من الاهلي. انت بتحب الاهلي جدا، وكنت حابب تقابل الخطيب كابتن بيبو. انا بعشقه جدا، بعشق حاجه اسمها الاهلي. احكي لنا بقى، احكي لنا ده. انا في صحفيه اسمها ريم، قلت لها انا بحب الاهلي وعاوز اقابل كابتن بيبو. قالت لي حاضر، فاتكلمته يعني الدنيا اتظبطت، وديني رحت الاهلي اللي هو في الجزيره، قابلني بقى مقابلة حلوة جدا. اهلا اتفضل، عامل ايه؟ ده كمان اداني تيشيرت الادمير عزيز علي هاني كابتن بيبو. انت لابسها دلوقتي؟ ايه حلو، والامضاء حلو جدا. وقول لي يومك قضيته هناك، قابلت مين كمان مع كابتن بيبو؟ كابتن خالد بيبو اللي هو بتاع هو وشير. ايوه انا فاكر برضه كويس. هاي الصوره اهي كابتن بيبو. والست اللي هو مورجان طبعا. دخلت بقى المكتب وقعدت معاهم وقعدت اتكلم معاهم. ما شاء الله نادي ده، مش اي نادي حد يخشه، كميه بطولات ولا اي نادي تاني اصلا ياخده. شفت البطولات قد ايه والدروع؟ ما شاء الله، لا دي حاجه حلوه. انا فاكر منهم كاسات، في كاس ذهبي خدناه من روما سنه 2015 كسبناهم 4-3، كاس سوبر الذهبي خدناه من المصري البورسعيدي سنه 2018 1-0، اخر كاس خدناه من الزمالك 3-2 2015. لا 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 لا، ده احنا نبقى مذيعين رياضيين بقى. انا ماسك الاعلى في الكوره كابتن محمد مجدي قفشه، السلطان بنون، كابتن علي معلول. بحب كل الاهلاويه، نفسي ادخل نادي الاهلي كده اقابلهم اعمل معاهم حوار، نفسي ادخل له تاني كمان عشان ان شاء الله العب معاهم. خلاص وعد، ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل يوم تاني ونبقى معاك فيه، وندخل وتعمل اللقاءات اللي انت عايزها كله مع اللعيبه لو ليهم تدريب في اليوم ده ان شاء الله نظبط. نفسي حتى العب بس معاهم كده. انا عاوز اقول بس حاجه، ينفع؟ اتفضل. انا نفسي انزل استاد طويل كده، انزل فيه مع اللعيبه، اشوف الدنيا، اشوف الجو، يعني اشوف الحاجات الحلوه اللي جوه الاستاد، استاد طويل كده العب فيه، اسدد فيه، اصد فيه اي حاجه. طب وليه لا؟ في ايدينا ان شاء الله نعمل كده والله يا علي، باذن الله نظبطها واوعدك باذن الله. هروح لحضرتك وبنتكلم على 43 ميداليه، ومش قصه نجاح عاديه، لان فيها صعوبات وفيها تحديات وفيها يعني صبر كمان كبير. الحمد لله. ممكن اعرف يعني كواليس ال 42 جايزه او يعني فوز لحد دلوقتي؟ هو حضرتك علي بدات معاه من هو عمره 4 شهور، الاعاقه بتاعته كانت شديده شويه، وفي بعض الدكاتره قالوا لي يعني استعوضي ربنا وقولي ربنا موجود وتعاملي معاه بقى بركه يعني. فلقيت مش هينفع يعني، تحديت نفسي وتحديت الدكاتره وقلت لازم اخليه يعني يبقى مش مختلف عن اخواته وعن حد في عيلته عن حد من اصحابه. فابتديت اشتغل معاه بقى من صغره، وتخاطب، تاهيل تربوي، دراسيا، دمج، حاجات كتير جدا وقفت معاه فيها لحد ما ربنا كرمنا وعرف يقرا ويكتب، وابتدى يهدى شويه من الهيبره اللي كانت فيه. ابتدى بقى وصل لسن 7 سنين، الدكاتره قالوا له لازم بقى يخش في مجال الرياضه عشان يقدر ياخد مساحه كبيره فيها عشان يقدر يبقى حاجه يعني. فالحمد لله توجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يبارك له، عمل لنا مكان جميل جدا في مركز شباب الجزيره للاحتياجات الخاصه، فتوجهت ليها والحمد لله اختبروه اخدوه معاهم، وكان خطوه جميله وصح اللي انا عملتها دي، لان هو فعلا وصل بقى يعني اختبروه السله يد قدم. هو جاب في العاب القوه 800 متر 400 متر حقق فيها انجازات كتير قوي مع حب الكباتن ليه وحبهم ليه، هو بس مجرد ما الكابتن يقول له علي انا عايز الذهب، حاضر يا كابتن،
ينزل التراك خلاص ويجيب له الذهب. الحمد لله يعني، وحب الكباتن وحبه للعبه اللي بيحبها خلته وصل للمرحله دي، مع تشجيعي معاه طبعا، مع وقفتي جنبه طبعا، وقف بابا واخواته معايا، لان انا طبعا بره البيت على طول بيه طبعا، فهم برده يعني شايلين معايا ان هم لوحدهم، لازم تكون الام موجوده. فالحمد لله ان احنا وصلنا بيه للمرحله دي. علي، ماما بتروح معاك التدريب يعني، احكي لنا كده برده. دي بطلة، مش انا البطل. الله بقى، الله بقى، شايفه الكلام الجميل صح والله. انت جميل يا علي بجد انك تقول حاجه زي كده. احكي لنا بقى، كانت بتتعب معاك ازاي؟ بتقعد معاك تتكلم معاك ازاي قبل اي بطوله؟ تقول لي علي انا عاوزاك تنزل تفتح يعني تسرع، محدش يعديك. هو في برضو كابتن ابراهيم وهو كابتن رائل مبارك، قول لي علي انت لو نفس الدهب انا هتضايق منك وهزعل منك. قلت له لا، اول ما اجيب الدهب بجري عليهم بحضنهم، هم اصلا كباتن محترمه، انا بعزهم بصراحه قوي. طبعا طبعا. انا بص بقى الفيديو ده هنا، احكي لنا انت كنت هنا ادي لحظه تتويج انهي بطوله؟ آه 800. ايوه ادي 800 اكيد. خدت فيها 800 متر. اللي هي لفتين. وخدت انت هنا المركز الاول؟ اكيد طبعا الحمد لله. انا احب الثقه، هو ده الكلام. بتتدرب بقى قد ايه يا علي؟ انت كمان في ثالثه اعدادي صح كده؟ الشهاده ان شاء الله. شهاده. فانت لازم توازن ما بين ده وده، ف ودور ماما معاك برده حضرتك تقول لنا استاذه فجر برده ازاي بتنسقي بين ده وده، يعني ما شاء الله هو كمان متفوق في الرياضه. انا بالنسبه لعلي بنتدرب يومين في الاسبوع في النادي، وبقيه الاسبوع بقى ما بين ان احنا نذاكر نخرج، عشان ما بقاش مكدسه معاه قوي، ببتدي اشتغل معاه المذاكره دي بالليل، يعني احنا قاعدين مع بعض كده، ما تيجي عايز اذاكر شويه بالنسبه لظروف البلد احنا فيها في الكورونا دي، فما فيش حد بيذاكر له غيري، فانا وهو مع بعض كل يوم ماده، تعالى نراجع، ماما انا عايز اقعد على التليفون شويه، طب اقعد شويه وراجع درس الدراسات لما نخلص كذا ونعمل كذا، وربنا ييسر الحال يا رب ويبقى يا رب. وكمان في عندي معلومه عن المشاركه في كورال الاوبرا المصريه. فايه بقى؟ انا اصلا الغنى بالنسبه لي مش قد كده، لكن انا حابب الرياضه جدا بصراحه. يعني انا في الغنى واخد اول وتاني، بس انما بعشق حاجه اسمها الكوره والعاب الكوره. طب فكرتي تلعبيه برضو كورة يعني مع ألعاب القوة؟ هو بالنسبة للاتحاد المصري بيخلي اللاعب يخش لعبة واحدة بس، هو بيحب كرة القدم جدا، بس هو تفوق قوي في ألعاب القوة، فما اقدرش ادخله لعبتين، اولا عشان جهد عليه، ثانيا الاتحاد ما بيديش غير هي لعبة واحدة للاعب ان هو يخش فيها البطولة، وهو مكمل فيها وان شاء الله ربنا ييسر، واحاول ادخله قدم في مجال تاني ان شاء الله. وبالنسبه للاوبرا المصريه، هو انا مدخلاه كورال لان هو عنده تلعثم بسيط، فلازم التلعثم الكورال في مادة في الحروف وفي مادة في الاغاني، فتساعد يعني، فتساعد معايا كتخاطب يعني، بس الحمد لله بيخش معاهم وبيأدي، وبيجاب السنه اللي فاتت مركز اول، والسنه اللي قبلها مركز تاني، والحمد لله. انا مش لله شايفه يعني غير مركز اول على طول لله تقريبا. فده كلام احنا اصلا مبسوطين بيك، عشان تبقى عارف يعني احنا فخورين بيك يا علي بجد. وعايزه اسمع منك بقى كده حاجه، انت دلوقتي ناس كتير على فكره ملايين بيتفرجوا عليك دلوقتي، انا عايزه بقى كابتن علي النموذج الناجح المصري الشاب الجميل اللي هو مش بس ناجح على مستوى الرياضه، كمان ناجح في الدراسه، وان شاء الله هتبقى نموذج ناجح كمان في المستقبل كشاب مصري. فخلينا نعرف منك دلوقتي كده، ايه الرساله اللي انت عايز توجهها للناس والشباب كمان اللي بيسمعك وعايز يبقى زيك؟ هقول لهم اول حاجه ازاي تتعاملوا معانا صح، ما تتنمروش علينا، احنا كويسين، وبعدين اي حد يتنمر تتعمل له محضر، احنا كويسين ما فيناش اي حاجه اصلا خالص. طبعا الحمد لله. اكيد يا حبيبي. في لك الواد ده بص عامل ازاي ويضحك ويتريقوا، انا اقول لك على موقف كده، في بينه ولد ذو الهمم برضه، شباب بين ضربوه وهو بيلبس الكوتشي، ما فيش دي، الحكومه المصريه جت لمت اللي في الشارع كله. كويس كويس بصراحه، يستاهل. الحكومه مركزه، انا بصراحه بحب الرئيس مصطفى مربول جدا، ونفسي قبله وبحبه جدا، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرضه عاوز قبله. ناس محترمه، ربنا يحفظهم، مش ياكب وكل حاجه كده. ده تغزل. انا
اشكر المهندسه امل مبدا، دي اجمل حاجه. اه ست جميله وسيده رائعه حقيقي ومحترمه. لا صح، انا بعزها ربنا يحفظها من كل سوء. ربنا يحفظها ويحفظكم ويحفظ الامهات. ورساله اخيره للامهات اللي بيتفرجوا برضو على حضرتك، هي رحله مش سهله بس لازم يكون في كده زي ما نقول تحفيز. فانا عايزه من حضرتك كأم تقولي برضو للامهات اللي عندهم حالات زي كده ازاي برضو يصبروا ويوصلوا لنتيجه ان اولادهم يكونوا ابطال كده. يعني ما تيأسيش، اي باب لابنك لازم توصلي له باي طريقه، يعني هتلاقي في الاخر خير وهتلاقي فرحه ما فيش بعدها. يعني لما ابني وقف قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدرون باختلاف سنتين ورا بعض، قدم حفله كامله، وتاني مره كان سفير السعاده بيتكلم بيطلب طلب بعدم التنمر. انا بقيت التصفير. بعدين هو قال جمله للرئيس دي خارج النص بتاعه خالص، قال له ربنا يحفظك من كل سوء انا بحبك قوي يا رئيس. التصفير اللي كان في المسرح خلاني بقيت فخوره جدا ان انا جهدي وتعبي ما راحش فاضي. فيا ريت اي ام تحاول مع اولادها ان هم يبقوا تبصي ان هو يبقى حاجه، ما تيأسيش خالص لحد ما ربنا يكرمك فيه خير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك، وان شاء الله ربنا يكرمك يا علي وتحقق كل اللي انت نفسك فيه. واليوم بتاع النادي الاهلي ده والله هبقى على تواصل مع مامتك ونحققه باذن الله قريب. انا بصراحه نفسي اقابل المدرب الجميل المحترف بيتسو موسيماني. حاضر المدرب. حاضر. نفسي كمان نقعد بقى بعد الهوا ونشوف كده كل حاجه، وبجد اوعدك باذن الله ان احنا نحققها. انا بشكر حضراتكم جدا، للاسف الوقت جري، الحلقه كمان خلصت النهارده كده اليوم خلاص، بس بكره ان شاء الله لسه حلقه نهايه الاسبوع. خليكم معانا بكره 10 الصبح في الاهلي، معانا هوندو كريم.